في اي حته كان الكابتن لطيف ده يتقدم الصفوف كان على طول يفتح لنا الابواب المغلقه والله ما شاء الله. كان اداري شاطر قوي كابتن جدا على فكره، ان انا اتعاملت معاه جدا اتعاملت معاه قبل كده. وبعدين يعني عنده مواهب عديده ما شاء الله، مش طبيعي ما شاء الله، وعنده سرعه بديهه ما حصلتش متميز عشان ما هو ده من جيل العمالقه اللي هي كانوا زمان موجودين صحيح. في التعليق وفي الإذاعة وفي التلفزيون نعم. وفي الأدب وفي يعني في كل المجالات كانوا عمالقة. من العمالقة دي محمد لطيف، محمد لطيف بالتأكيد.